الكويت التي تعوم على 10% من احتياطيات النفط العالمية توقع اتفاقية لاستيراد الغاز من قطر لتشغيل محطات الكهرباء ل15 عاما. فلماذا لا تستخدم نفطها لتوليد الكهرباء كما تفعل معظم دول العالم؟ مؤسسة البترول الكويتية لديها التفسير، فهي تؤكد أن استيراد الغاز يبقى الخيار الأفضل اقتصاديا وبيئيا للبلاد، حيث وفرت الكويت نحو 7 مليارات دولار في نحو 8 سنوات منذ التحول لاستخدام الغاز واستيراده بدل حرق الديزل وزيت الوقود في محطات الكهرباء. وأصبحت الكويت تعتمد لتوليد الكهرباء على الغاز بنحو 80% مقابل 20% على مصادر الوقود الأخرى. وتأتي الزيادة في الطلب على الغاز بعد أن قررت الكويت التخلص التدريجي من حرق النفط لإنتاج الكهرباء، واستوردت الدولة 6,300,000 طن من الغاز الطبيعي المسال في عام 2023، وزودت قطر الكويت بنحو 55% من حاجاتها من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي. الصفقة مع قطر للطاقة ستمنح الكويت إمدادات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاما، وسيصل إجمالي واردات الكويت من الغاز القطري عند بلوغه ذروته نحو 5 ملايين طن سنويا، وهي صفقة التوريد الثانية التي ستساعد في تخفيف الضغط على محطات الطاقة التي أجبرت بالفعل على خفض الإنتاج هذا الصيف، وستبدأ الشحنات من الصفقة الجديدة العام المقبل.